السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج قهوة وجورنال لصبيحة اليوم الخميس السادس من شهر رجب الموافق للرابع عشر من شهر أفريل. الصحافة الصادرة نهار اليوم تنوعت مقالاتها وتشتتت واختلفت المواضيع. جريدة النهار التي فضلت أن تفرد في صفحتها الأولى حيز كبير لما وقع يوم أمس في بيت مولودية الجزائر، عودة عمر غريب لرئاسة الفريق وإقالة الرئيس عاشور بطروني، وكتبت في صدر صفحتها الأولى: سونطراك تعيده إلى رئاسة الفريق. عمر غريب في تصريح للنهار: سنخرج نادي الشعب من الأزمة، أنا من يقرر في المولودية وأتحمل كل المسؤولية وربي سهل على بيرة، هكذا قال عمر غريب. المسار العربي التي كتبت في صدر صفحتها الأولى قال أنه يجاهد من أجل إعادة قوة واستقلالية السلطة القضائية في الجزائر. الطيب لوح في تصريح له يوم أمس: لن أسكت عند المساس بمبادئ استقلالية القضاء. جريدة الحياة نقلت في صدر صفحتها الأولى ما قاله النائب الطاهر ميسوم المعروف بسبيسيفيك، الذي قال: بوشوارب مزدوج الجنسية وولد خليفة أضعف رئيس في البرلمان. الحوار التي نقلت كذلك تصريح للطفي نزار يروي ما وقع لوالده في مطار أورلي بفرنسا، قال إن الشرطي الذي أراد تفتيش والده تعرض للتوبيخ من مسؤوله في المطار. وقت الجزائر كتبت في صفحتها الأولى: لا حل وسط ولا بوادر انفراج في مواجهة الكل فيها خاسر، تقصد بذلك قضية الأساتذة المتعاقدين، حيث عنونت وقت الجزائر: قضية الأساتذة المتعاقدين إلى أين؟ في ذات الشأن كتبت الصوت الآخر وعنونت في صدر صفحتها الأولى: الطريق المسدود. في قطاع الصحة المشوار السياسي كتبت وقالت: المرضى يستغيثون، نقص فادح في الأطباء والممرضين يهدد حياتهم. وقالت وزارة الصحة مطالبة بالتحرك لإنقاذ المرضى، مستشفيات تضطر لتأجير العمليات وأجهزة لا يوجد من يستخدمها أو لا يوجد من يستعملها. البلاد كتبت في شأن اقتصادي وفي حيز كبير قالت: قروض سندية حلال للجزائريين، مختصون يدعون الحكومة إلى الاعتماد على الصيرفة الإسلامية. جريدة المساء والنصر خصصت حيزا كبيرا لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في ملف للمساء عنونته حسب تصريحات وارق قسنطينة واضح، الذي قال: ما كسبته قسنطينة في عامين يساوي برنامج 10 سنوات. وفي النصر عنونت سيرطة: سنة بألوان عربية. إلى تفاصيل معرض الصحافة لنهار اليوم نستهله من جريدة النهار كما تبدو على الصورة. نختار لكم العنوان الأول: ما قاله عمر غريب، سنخرج نادي الشعب من الأزمة. إذن في التفاصيل، أحدثت شركة سونطراك أحدثت ثورة جديدة على مستوى مجلس إدارة مولودية الجزائر بإقالة الرئيس عاشور بطروني وإعادة رئيس فرع كرة القدم السابق عمر غريب بعد حوالي 3 سنوات من غيابه عن المولودية. حيث كشف عمر غريب عقب عودته إلى الرئاسة في تصريحات له لجريدة النهار عن ضرورة التصالح وطي الصفحات السابقة من أجل مساندة فريق الشعب، كما قال، لإخراجه من الأزمة ولما لا التتويج بكأس الجمهورية. عنوان آخر من جريدة النهار: إنهاء مهام مدير باتيميتال بسبب سوء التسيير. في التفاصيل إذن، أنهى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مهام المدير العام لفرع باتيميتال زرقاوي يقول مولود بسبب تقارير سوداء رفعت بخصوص سوء التسيير وعدم القدرة على إرجاع ديون البنوك. حيث كشفت جريدة النهار أن قرار وزارة الصناعة والمناجم جاء بعد التقرير الذي تم رفعه إلى الجهات المسؤولة حول ديناميكية الفرع وسيرورته، هذا بعد الملايير التي تم ضخها فيه لإعادة تنشيطه من جديد بعدما اقترب من الإفلاس. جريدة النهار كتبت عن تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وعنونت: أشكار للفنانين والضرائب على المواطنين. في التفاصيل، ستعرف الأيام الأخيرة من اختتام تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية حضورا فنيا عربيا مكثفا يجسده كبار الفنانين العرب عددهم 12 مطربا مقابل ضخ مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة في عز أيام التقشف. تقول النهار:
ففي وقت أمر فيه أعلى هرم في السلطة بشد الأحزمة والحد من التبذير بسبب عاصفة التقشف التي يدفع ثمنها المواطن بالدرجة الأولى، فإن وزارة الثقافة تقول جريدة النهار على ما يبدو تسير عكس التيار. إلى عنوان آخر من جريدة النهار، تصل للطيران تكثف من رحلاتها قبل رمضان بأسعار ترقوية، رحلات جوية باتجاه مطارات فرنسا بأقل من 25 ألف دينار جزائري. في التفاصيل، أفاد مدير الاتصال بشركة تصل للطيران كريم بحار في تصريح خاص به جريدة النهار أن مؤسسته المملوكة لسوناتراك ستكثف من رحلاتها الجوية الدولية بداية من شهر جوان القادم، والشهر الذي يعرف حركية كبيرة من طرف المهاجرين. الرحلات ستربط إذن مطار هواري بومدينة الدولي بعدة مطارات فرنسية وبأسعار تنافسية لن تتعدى حتى 25 ألف دينار جزائري. إلى يومية أخرى الآن، إلى يومية البلاد التي كتبت قروض سندية حلال للجزائريين. إذن نقرأ لكم من البلاد: يرى العديد من الخبراء وكذلك المختصين في الصيرفة الإسلامية أنه كان من المرجح على الحكومة اللجوء إلى إطلاق صكوك استثمارية إسلامية، هذا كبديل ناجح وجائز من الناحية الشرعية على السندات النقدية، خصوصا وأن الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية لتمويل المشاريع وكذلك النمو الاقتصادي لم يعد حكرا على دول العالم الإسلامي فقط، بل تعداه لتجد لها موطئ قدم في أسواق المال العالمية، على غرار بريطانيا التي شرعت بإصدار صكوك إسلامية لمواطنيها بقيمة وصلت، تقول البلاد، إلى حدود 200 مليون جنيه استرليني، هذا سنة 2014. جريدة أخرى الآن، وقت الجزائر، التي كتبت فيما يخص قطاع التربية الذي يعيش على صفيح ساخن خلال هذه الأيام: قضية الأساتذة المتعاقدين إلى أين؟ لم يشهد قطاع التربية غليانا مماثلا منذ تولي وزيرة التربية الحالية نورية بن غبريط مهامها كمسؤولة أولى عن هذا القطاع، تقول وقت الجزائر. وإذا كانت الوزيرة تتحدث بلغة الواثق من نفسه بعدم إقرار أي إدماج، فإن المتعاقدين بدورهم كذلك تمسكوا بعدم قبول أي مقترح خارج الإدماج غير المشروط، وبين هذا وذاك غاب أي حل وسط يمكن اللجوء إليه بينما يدفع التلاميذ فاتورة هذه القبضة الحديدية، تقول وقت الجزائر. إلى المحور اليومي التي عنونت: متصرف ومساعدان لخلافة الأميار والنواب في البلدية المحلة. في التفاصيل إذن نقرأ لكم من المحور اليومي: قررت الحكومة توكيل مهمة تسيير المجالس الشعبية البلدية المحلة لمتصرف وكذلك مساعدين اثنين، وحددت أجلا لا يتعدى 10 أيام لتعيينهم بموجب قرار يتخذه ولي الولاية المعنية، على أن تجرى انتخابات تجديد المجالس البلدية خلال 6 أشهر من تاريخ الحل و3 أشهر بالنسبة للولائية، حيث منعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة من تنظيم انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية المحلة خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية. إلى جريدة الشعب الآن التي كتبت هذا الموضوع: لن نقبل خطابا سياسيا يشكك في استقلالية القضاء، نقلا عما قاله طيب لوح يوم أمس. إذا شدد وزير العدل حافظ الأختام في ندوة صحفية نشطها على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني يوم أمس على ضرورة تفادي الخطاب السياسي المشكك في استقلالية القضاء ونزاهة السلطة القضائية، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد التشكيك في مصداقيته، ومتأسفا على تصريحات بعض من السياسيين ونواب البرلمان التي تسعى إلى خلق الإطارة، مضيفا أن إصلاحات العدالة ترمي إلى شفافية تامة في الأحكام ونزاهتها. ننتقل بكم إلى الصحافة الفرنسية والصحافة الناطقة باللغة الفرنسية، البداية مع لسواغ دالجيري التي كتبت: مراقون عقاريون يحولون إلى العدالة. أعدت إذن وزارة السكن والعمران على هامش انعقاد اللجنة المشتركة لصندوق الضمان الاجتماعي لتطوير العقاري
قائمة سوداء بحوالي 250 مرقيا عقاريا أو كما يسمون بالبروموتر، وفقا لممثل وزارة السكن والعمران أن اللائحة شملت مرقين عقاريين خارجيين أو خارجين أقول عن القانون، بعضهم ينشط في العاصمة على مرأى ومسمع من الجميع، اتخذ من مهنة المقاولاتية والتطوير العقاري في الجزائر خاصة الضواحي الغربية للعاصمة، اتخذ منها مهنة للنصب والاحتيال، وذلك بسبب سوء وتدهور أحوال هذا القطاع، تقول لسواغ دالجيرية. صحيفة الإكسبريسيون التي عنونت الحماية المدنية في محاربة الإرهاب وكذلك الكوارث الطبيعية، في التفاصيل كشفت الجزائر الثلاثاء الماضي في نواكشوط عن تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك الكوارث الطبيعية من خلال المشاركة في الاجتماع الثاني للفريق العامل المغاربي المسؤول عن الحماية المدنية، حيث شددت على ضرورة تكثيف تبادل الخبرات والخطط لمكافحة جل الظواهر ودور الحماية المدنية هناك. وقالت الإكسبريسيون أنه حضر الاجتماع بلدان اتحاد المغرب العربي منها الجزائر هي الأخيرة ممثلة بالعقيد دوداح قراش وكذلك العقيد بوعلام بوغلاف، قد أثبتت خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك الكوارث الطبيعية. صحفنا المحلية البداية من شرق الوطن آخر ساعة التي عنونت تأجيل النطق بالأحكام النهائية في قضية فساد ببلدية الميلية إلى الأسبوع المقبل، هذا في ولاية جيجل. في التفاصيل، تأجل الحكم في القضية النهائية في حق المتهمين في قضية الفساد التي ضربت المجلس البلدي للميلية إلى الأسبوع المقبل، أو أقول للميلية إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد الاستئناف الذي تقدم به دفاع المتهمين أمام المجلس القضائي بجيجل من أجل مراجعة الأحكام الأولية التي صدرت في محكمة الطاهر قبل عدة أسابيع، والتي أدانت عددا من المتهمين في هذه القضية بأحكام تتراوح ما بين السجن النافذ لمدة 5 سنوات والبراءة لبعض منهم. إلى غرب الوطن، صحيفة صوت الغرب التي عنونت إذن عائلات مندوبية البدر سترحل الأسبوع المقبل في ولاية وهران. كشف والي وهران على هامش الخرجة التفقدية أنه سيجري التحضير أقول لاستكمال عملية الترحيل الكبرى التي انطلقت فيها ولاية وهران، حيث يرتقب أن يتم ترحيل قاطني السكنات الهشة المهددة بالسقوط على مستوى المندوبية الحضرية البدر ببلدية وهران الأسبوع القادم. أما بخصوص احتجاجات المقصيين بعد الترحيل الأخيرة بحي بن سينا، قال الوالي أنه تم استقبال الطعون وكذلك ممثلين عن لجان الأحياء، وينتظر أن يتم تدارك الأخطاء التي تمت خلال هذه العملية. نختم مشاهدينا بتصريح لوزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الذي قال سنعمل على توجيه كل دينار يجمع في إطار القرض السندي نحو الاستثمارات الاقتصادية، سواء كانت مهيكلة مثل الموانئ والسكك الحديدية أو المناطق الاقتصادية والسكنات الترقوية أو شبكات الري، نسبة الفائدة السنوية المحددة بقيمة 5% للمكتتبين لمدة 3 سنوات، وكذلك 5.75% للمكتتبين لمدة 5 سنوات، الأولى 3 سنوات والثانية 5 سنوات، ليست سوى تقاسما لمداخيل هذه الاستثمارات بين الدولة من جهة وكذلك مكتتبي القروض من جهة أخرى، يقول وزير المالية بن خالفة. بهذا إذا مشاهدينا نطوي أوراق معرض الصحافة التفصيلي ونختم برنامج قهوة جرنان لنهار اليوم. نشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة، يوم طيب للجميع، السلام عليكم.